السلام عليكم. بلال القماري، رئيس جمعية بنبرة للتراث الجناوي والتبادل الثقافي بمدينة أسفي. في إطار برنامج الحكومي أوراش في نسخته الثانية، أسندت إلينا مهمة التنشيط الثقافي والفولكلوري بهذه المدينة الرائعة. وكما تعلمون اليوم هو يوم افتتاح ديال الإذن بالانطلاقة، الذي الإذن بانطلاقه في إطار هذه النسخة الثانية ديال عندنا مجموعة ديال الأعمال. أو في الفترة الصباحية كنقوموا بتداريب للفئات العمرية من أجل تعليمهم هذا الفن الجناوي الذي أصبح تراثا عالميا. ثم كنديروا معهم ثاني واحد التدارب أخرى في الفن العيساوي حتى لا يقع له الاندثار. ثم في الفترة المسائية كنديروا واحد تنشيط، هذا التنشيط كيشمل عساوة، قناوة، ورقصات تعبيرية فنية، ومشاركين فيها الفئات العمرية. وهذا نتيجة ديال الأكاديمية المستقبلية اللي تكون باسم دار قناوة بمدينة أسفي لتعليم هذا الفن. كنشكروا الصحافة على هاد التتبع ديالهم ديال البرنامج أوراش. ثم كنستغلوا هاد الفرصة، ونحن أعضاء جمعية بنبرة للتراث الجناوي والتبادل الثقافي والمحبين ديالها والمنخرطيها، بتجديد ولائنا وإخلاصنا للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره. ولا ننسى أن نقوم بالشكر والامتنان إلى عامل صاحب الجلالة على إقليم أسفي، وللسيد المندوب ديال وزارة الثقافة الذي قدم لنا مجموعة من الأعمال، من بينها دار الثقافة ديال الكوكي والدار الثقافة ديال مدينة فنون الرهنة إشارة لنا من أجل هذه التدارب. والدورة هي اللي انطلقت اليوم أعطت عدة فرص للمعلمين وقراقبية، المهم بالعموم كل شيء مستفيد، كل شيء مزيان. نتمنى إن شاء الله تدوز بخير وعلى خير، ومنتاز الفرصة. وتنشكر جمعية بنبرة للتبادل الثقافي على هذا الورش اللي تقوم به في هذا الإطار ديال انطلاقة فعالية أوراش الدورة ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.